والنبي يا كرم ما تزعل مني. طب يا اخي حط نفسك مكاني. الحاجات اللي احنا لقيناها في شنطتك هي اللي خلتنا نشك فيك. هو وارد الحاجات دي ما تبقاش بتاعتك؟ لا بتاعتي يا منة. انا راجل كنت بشتغل سواق في البحر الاحمر. كنت بسوق بسواح موتورة خباسة عشان رخصتي مش درجة أولى. كنت بشتغل 20 ساعة وأنا 4 عشان أعرف أشتغل 20 زيهم. أنا جاي هنا وأنا حالي محدود وبقول يا حد داريني. وبعدين موضوع البرشام ده لو نعيمة عرفته. لا 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 ما تخافش. محدش قال لنعيمة حاجة. وأم كمال وهنا و... سيبهم عليا. مش هخليهم يقولوا حاجة. يا ابني صدقني بقى، قلت لك سيبهم عليا. وكفاية بصراحة بقى أنا حاسة بالذنب إن أنا ظلمتك. ستي ذنبي إيه؟ فكك مني. أخبار شغلك إيه؟ والنبي يا كرم ما أعرف. هروح بكرة وأشوف. البت اللي جايبة لي الشغلانة لا بترد عليا ولا معبراني. وبيني وبينك كده عندها حق. ده أنا ضربت لها أول يومين في الشغلانة. هتروحي وهتقولي لهم أي حاجة وهتعدي، وبكرة تقولي كرم إيه؟